أصحاب السمو الأمراء وعلماء الأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله، إذ يعبرون عن ألمهم بفقدان رمز الأمة سليل الملوك العلويين الكرام بواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن، ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان ويحسن إليه أكبر الإحسان على إخلاصه وتضحيته وأدائه الأمانة على وجهها ووفائه بالرسالة بإكملها، يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن، جعل الله أيامه أيام يوم وخير وبركة وسعادة على شعبه وبلده، ورفع يديه الكريمتين آمال هذه الأمة الوفية المتمسكة بعرشه والمتفائلة بعهده، ملتزمين بما تقتضيه البيعة من طاعة والولع والإخلاص والوفاء في السر والعلانية والمنشط والمكره، طاعة لله عز وجل واقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله لأمير المؤمنين طول العمر ودوام النصر والتمكين والعز وحرر بالرباط في يوم الجمعة 9 ربيع الثاني 1420 الموافق 23 يوليو 1999. الله يبارك فيك. تحل الذكرى 20 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشر أسلافه المنعمين، والشعب المغربي يستحضر بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز قوة ومتانة الالتحام المكين الذي ما فاتئ يجمعه بالعرش العلوي المجيد على امتداد جميع مراحل بناء صرح المملكة الرخاء والازدهار وأهم المنعطفات الحاسمة والمواقف الصعبة من تاريخ الأمة. وتأتي هذه الذكرى المجيدة يوم 30 يوليوز من كل عام لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس رمز الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالته وتجند أبناء هذا الوطن الأبي من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات. والشعب المغربي إذ يخلد هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة، يجدد تأكيده على متانة رابطة البيعة الشرعية من خلال استحضار بعدها الديني القائم على التعاليم السديدة للدين الإسلامي الحنيف وتشبثه الراسخ بتخليد هذا العيد الوطني المجيد جرياً على العادات والتقاليد العريقة للمملكة المغربية. وفي غمرة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة التي تؤرخ لاعتلاء أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين يوم 30 يوليوز من عام 99 900 وألف، يسترجع المغاربة أهم النضالات والملاحم الجهادية الخالدة التي خاضها كل من جده الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما جنبا إلى جنب من أبناء الشعب المغربي، تمهيدا لقيام صرح مغرب الحرية والانفتاح والتقدم بجميع أوجهه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فلقد حاول الاستعمار الذي جثم بثقله على المغرب لأزيد من 4 عقود تسخير كافة الوسائل وتوظيف جميع الأساليب المتاحة للمساس بالوحدة الوطنية والنيل من الرباط المتين الذي يجمع المغرب قمة وقاعدة، مستهدفا من خلال ذلك طمس معالم آصرة قوية جسدتها رابطة البيعة وتشبث الشعب المغربي القوي بالعرش العلوي المجيد. وضدا على هذه المساعي الخبيثة ما
كان من الشعب المغربي إلا أن يبرهن للعالم بأسره عن تعلقه الدائم وحبه العارم لوطنه وملكه، مبديا استعداده القوي واللا مشروط لخوض أشد المعارك وتخطي أعتى الصعاب ذودا عن مقدساته وصونا لكرامته النابعة من إبائه وأصالته. أو ما أشار إليه الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه في خطابه بمناسبة الذكرى 19 من ثورة الملك والشعب عام 1963، واصفا هذه العلاقة المتينة بالرابطة التي نسد التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة والأهداف الموحدة التي قامت دائما على تقوى من الله ورضوانه. فلقد جسدت البيعة الشرعية على امتداد تاريخ المملكة المغربية الرابطة المتينة والصلة الراسخة التي ما فتئت تجمع الملك بوصفه أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين بشعبه الذي يعتبره بمثابة قائد الأمة ورمز الوحدة والسيادة والسيادة الوطنية بجميع تجلياتها. وتشمل هذه الآصرة دلالات ومعان شتى تحيل في المقام الأول على كونها ضمانا لاستقرار وأمن المملكة من خلال تجسيد الوحدة الوطنية وسلطة القانون واستتباب السلم، بما يتيح جعل البلاد واحة آمنة وسط صحراء محفوفة بمختلف مظاهر النزاع والاضطراب وعدم الاستقرار. كما أن هذا الميثاق القائم على ركائز دينية متينة تستمد ثوابتها من شرائع الدين الإسلامي الحنيف يجسد الاستمرارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أن تواصل الحكم الرشيد والثبات على هذا النهج القويم يعد مفتاح الاستقرار والرقي والازدهار. من جهة أخرى يعبر ولاء الشعب المغربي لملكه عن إجماع واضح حول تشبث المغاربة بالوحدة الترابية للمملكة ورغبتهم في صون حرمتها والذود عن حماها، اعتبارا بكون الملك رمزا للوحدة والتكامل والتماسك الترابي بين مختلف مناطق البلاد. ولعل حرص شيوخ القبائل وممثلي مختلف مناطق المملكة على تجديد بيعتهم لجلالة الملك مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد من كل عام يعد دليلا واضحا على تشبثهم بجلالة الملك واستعدادهم للتجند وراءه خوضا لمختلف التحديات التي تواجهها المملكة. وهذا وهنا يشكل حفل الولاء الذي توج الاحتفالات المخلدة لذكرى تربع صاحب الجلالة على عرش أسلاف الميامين مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالته وبأهداف العرش العلوي المجيد، والتأكيد من جديد على أن الصلة التي تدفع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وأنها شكلت على الدوام الأساس المتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى على مدى تلاحمها واستمراريتها. ثم وعلى ضوء هذه الحقائق يحق للمغاربة الاعتزاز بهذه الرابطة المتينة التي ما فتئت شعلتها تتقد وتكبر في العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس، الذي تمكن بفضل رؤيته المتبصرة وقيادته الرشيدة من جعل المغرب منارة ساطعة أضاءت بإشعاعها وتألقها مختلف أرجاء المعمور.